I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعيد، رجعتكم في مقطع جديد. هذا المقطع يعني في مقطع فات سوينا فيه، قلنا اللود اوت، عن اللود اوت طبعا. قلت اكتبوا لي اللود اوت اللي تبون العب فيه وهلعب لكم فيه. فالحين لعبت بلود اوت واحد اسمه جده بوم. ايوه جده بوم. الزبده انه اللود اوت عجبني وفي تغيير، يعني من زمان ما لعبنا في السلاح هذا. سلاحه هو الاتش اس 39، اللي من زمان ما لعبنا فيه بصراحة. أنا لي مدة طويلة ما لعبت فيه مرة يعني. يلا ألعب فيه. طبعاً حطيت عليه كليبسز، والفرد عليه الكاتن. طبعاً الحين أوريكم تشكيلة، شوفوا. لا أيوة، هذه هي تشكيلة حقت الشخص وبس. وطبعاً ليس كيف كتل اللون هذا بكج أبو 2000. يعني نصيح مني ما فوق غيره، الا اذا تبي سلاح جديد يعني. والله بداية موفقة بالسلاح. طيب ايوه في وجهك حبيبي. يلا روح. طبعا نلعب جيم بلندر. والله صراحة حمام بلندر، والله فلا برضو تجيب لك اكس بي يعني كويس مرة يوفيك. فوق كذا انها ممتعة وتقتل قد ما تبغى، ويمديك كمان كيف تطور السلاح زي ما تبي. لو عندك تحدي، لو عندك تشالنج، على طول تخلص هنا. ملاقي فوجهك. طيب يا راحت واحدة. اوف والله كويس اني ما رميت. ابلع. كيف ما عاشت؟ اوه يعني بينط علي. احس اوكي طيب. هنا انا غاضي والله. قم بالاسرع. جدا قوي. لا والله حرام. طبعا انا افضل الملابس او الشخصيات اللي لها ملابس افضل من الالوان. كذا ما ارتاح الا وانا العب شخصيه كذا حلوه، ما ادري يكون ودي افتحها مره. بس طيب. يلعب بشقام من بعيد جوك من الحلال. اوه سجل واحد، والله ماني منتبه. عزيز التيم حتى. لا كيف هذه؟ الشيء اللي ما عجبني بس الوحيد اللي في الكلاس اللي اعطاني اياه الشخص، الفرد بالكاتم، يعني جدا ما عجبني. ما احس انه قوي مره. وباقي 8 دقائق. لا شوفوا فوق الوقت عليه صار، لازم نعادل النتيجه بسرعه. ياخذ لك في
يا كره للماء لله أبو اثنين يا سلام وقته أما نبي نعادل لا لا والله حرام لا 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 نخسر لا نخسر لا 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 طبعا يا لا في خوي معي اسمه عن بروبلم أتمنى تشتركوا بقناته ما تنسوا يعني قناته مرة رهيبة وفيها يعني يلعب لعب مرة جامد لعبة مرة جامدة الرشاش اللي فيه بديكم اسم قناتها بالوصف أتمنى تعجبكم قناته لا تنسوا اشتراك وصلوا 50 مشترك لو تقدروا يعني وصلوا 50 أو أكثر لا لا امشي ما بقي عليك شيء يلا يلا يا عيال اوه لا 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 ما اتفقنا ما اتفقنا ايوه يلا يلا تعادل يلا والله حسيت في رغم اوكي 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 كفو والله تعادل مظبوط مظبوط يا عيال فجأة طيب خلاص ما في احد كذا مات اوكي معي شيء ثاني اوكي كفو كفو وين ذا والله كارهين اللي معهم كوندور انا اصلا كنت العب كوندور كفو والله فزنا كفو طبعا اتمنى يكون عجبكم الجيم كانت هذه نهايه الجيم كان معكم سعيد من قناه بيست اتمنى يكون عجبكم المقطع يلا لا تنسوا اللايك والاشتراك وبكتب لكم قناه عبود بالوصف مع السلامه